طيب محمد الشيخ، يعني في ايضا مشجع سالك يقول لك هل النصر سيخرج من هذه الدوامه؟ لكن قبل ما تجاوبني على هذا السؤال ابغى تفسيرك لما يحدث من تصريح انمار فهد باقديم وايضا سعود عبد الحميد. اعتقد انه انمار اراد ان يرفع اي عتب ياتي مستقبلا من جمهور الاتحاد. اوضح انه احنا قدمنا كل ما يمكن تقديمه للاعب ووكيل اعماله، يبي يقول لهم في نهاية مطاف الكرة الآن في ملعب سعود عبد الحميد ووكيل أعماله. وبصراحة واضح أنه أنمار قدم ما يمكن تقديمه للاعب ولوكيل أعماله. يعني إعادة تدوير الموضوع هذا يصب في مصلحة سعود عبد الحميد. الضغط الجماهيري، الضغط الإعلامي يصب في مصلحة سعود عبد الحميد. كل ما تقدم الوقت الموضوع يصب في سعود عبد الحميد. حيدخلون مفاوضين أو دخلوا مفاوضين، الاتحاد الوقت حيخنقه أكثر وبالتالي لن تسمح الجماهير بتفويت تمديد أو تجديد عقده، وبالتالي أنمار أراد أن يضع الكرة في ملعب اللاعب ووكيل أعماله وأن يصارح جمهور الاتحاد. جاء الرد سريع من وكيل أعماله في نهاية المطاف. أعتقد أن سعود عبد الحميد لاعب وإن كان مميز وإن كان يحتاج الاتحاد، لكن لا ينبغي أن يعطى أكثر من حقه، ولا يعتقد سعود أو غيره من اللاعبين أنه أكبر من الاتحاد. أتفهم أن هذه لعبة احترافية، طالما أنها لعبة احترافية على محبين نادي الاتحاد أن يتفهموا أنني حينما أفتح الباب لسعود أن أحقق أكثر مما يستحق، يجب أن أفتح للآخرين، وهذا ما سيضغط على إدارة الاتحاد. وإدارة الاتحاد في وضع لا تستطيع أن تفتح هذا الباب لكل اللاعبين. أعتقد إدارة أنمار لهذا الملف إدارة جيدة. أراد سعود عقده جاهز وفق ما تم الاتفاق عليه أو وفق ما تم يعني وضعه على طاولة وكيل أعماله واللاعب. عدا ذلك أعتقد العملية احترافية جدا، يمكن لسعود أن يغادر الاتحاد.